مرحبا أصدقائي، اليوم سوف أتكلم عن داعش الدولة الإسلامية في العراق والشام ونهاية الدولة بمسألة ساعات فقط. الآن تنظيم داعش الإرهابي محاصر في منطقة حدودية بين سوريا والعراق، طبعا يعود بفضل قوات سوريا الديمقراطية، خلينا نقول الفضل الوحيد لها، لأنه هي حقا حقا من حارب داعش كانوا يطلبوا دعم من قوة التحالف، وقامت سوريا بمكرها دولارا في شمال سوريا. الآن داعش محاصرة، والآن داعش آخر معقل لهم هو مجرد قرية في مدينة حدودية بين سوريا والعراق. فلول منهم تهرب إلى العراق تحاول التسلل، لكن كل يوم يقبضوا عليهم. طبعا لما حاربوا في البداية كانوا بضد الزي وعن القوة والرجولة، والآن عن نهايتهم هم يتلبسون لباس النساء ويتخبون بين العائلات، يحاولون الهروب إلى العراق إلى أي مكان. طبعا أتمنى أن يكون التنظيمات الإسلامية كانت درس للشعوب العربية عامة الإسلامية خاصة. يكون درس وما نعود نفس الخطأ، ومبروك لسوريا والعراق وكل الدول التي تكونت من داعش.